لأنهم أبناء سوريا الولادة أبطالاً ومبدعين استحقوا التكريم، حيث كرمت محافظة دير الزور عدداً من أبنائها المتفوقين من حملة الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة وبحضور رسمي وشعبي من أهالي المدينة. طلابنا الأعزاء الذين حققوا درجة من التفوق رغم كل ظروف الحصار ورغم قطاع التيار الكهربائي ورغم فنقول لهم ألف مبروك، وإن شاء الله الوطن بانتظاره لنيل الشهادات العليا في مجال الطب والهندسة وكافة الفروع الأخرى. فدائما المتميز في أي فرع يكون موجود فيه يحقق التفوق والإبداع. أبطال علم المعرفة حققوا الدرجات الأولى رغم كل ظروف الحصار الجائر، ليس على مستوى المحافظة ولكن أيضا على مستوى القطر في دمشق كان الأوائل من أبناء دير الزور، فهي رسالة للعالم أجمع على أنه من عمق الحصار والمعاناة تستطيع سوريا الولادة أن تنتج الأبطال. رغم من كل هالظروف اللي عانيناها من حصار وقذائف وتحديات كثيرة واجهناها وصعاب، مع ذلك احنا مسكنا سلاحنا اللي هو كتابنا وقلمنا بإذن الله. وبظلام ما بكهرباء، الحمد لله تخطينا هاي كلياتها، ومثل ما قلنا احنا نحارب بشهادتنا. قدرنا رغم الحصار، رغم الجوع، رغم الظلام، رغم القذائف انه نحقق قفزة اعجاز بتفوق ابنائنا.